أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حصة جديدة من حصص منصة البث المباشر، مادة الدراسات الاجتماعية فرع التاريخ مع مس ميرفت. إن شاء الله نكمل رحلتنا النهاردة في مادة التاريخ الفصل الدراسي الثاني. إن شاء الله هنبدأ مع بعض رحلتنا في الكفاح ضد الاحتلال البريطاني. احنا بدأنا الكفاح مع شخصيات خدناها المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها، أحمد عرابي، مصطفى كامل، محمد فريد، كل دول كافحوا ضد الاحتلال البريطاني. النهاردة هنكمل الكفاح ورحلة الكفاح مع شخصية جديدة وزعامة جديدة وثورة جديدة، هي ثورة 1919. يبقى عنوان الدرس النهاردة معانا إيه؟ ثورة 1919. بس طبيعي جدا أول حاجة بنعرفها إيه الأهداف اللي إحنا هنحققها من خلال الدرس النهاردة؟ إيه الأهداف اللي إحنا هنحققها من خلال الدرس بتاعنا النهاردة؟ أول هدف عندي إن إحنا هيقابلنا بعض المفاهيم لازم نكون عارفين تعريفها، زي مفهوم دستور، وزي مفهوم مؤتمر صلح، وزي مفهوم استقلال اقتصادي. يبقى هنعرف المفاهيم دي ونتفهمها كويس جدا. كمان هنوضح أحوال مصر أثناء الحرب العالمية الأولى، وإحنا هنعرف أحوال هنعرف كيف كانت أحوال مصر في ظل الحرب العالمية الأولى. كمان هنعرف عوامل قيام ثورة 1919، ليه قامت الثورة، أسباب قيام الثورة، وكمان هنقدر دور الزعيم زعت زغلول ورفقائه في أحداث ثورة 1919. طب إيه كمان؟ أهم بنود تصريح 28 فبراير 1922. هي كل الأحداث دي هناخدها النهاردة في الدرس يا مس؟ إن شاء الله هنتعرف على كل الأحداث دي. إيه كمان؟ أثر الوحدة الوطنية في نجاح ثورة 1919، وكمان نستخلص نتائج ثورة 1919، ودور طلعت حرب في آخر الدرس في بناء اقتصاد مصر. يلا بينا نكمل الرحلة ونشوف سعد زغلول وثورة 1919. زي ما احنا متعودين، أول حاجة بنعرف الشخصية، نعرف شاركت في إيه، اتولدت فين، ومين هي الشخصية بتاعتنا النهاردة. ادي الشخصية، صورة مين دي؟ صورة سعد زغلول. طيب سعد زغلول عندك معلومة إسرائيلية، انتوا عارفين يا ولاد المعلومة إسرائيلية ما بيجيش في الامتحان، بس بنبقى ايه نعرفها برضو ايه نتعلمها. اتولد سعد زغلول في ايه؟ احد قرى مديرية الغربية، من أسرة مصرية سنة 1858، والتحق بالأزهر زي عادة كل الناس اللي في الوقت دوت، تعلموا حفظ القرآن وتعلموا في الأزهر، وتتلمذ على إيد اتنين من الشخصيات المهمة وهما جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده. طيب إيه بقى الاشتراكات اللي عملها سعد زغلول واشتغل في إيه؟ تعالوا نتعرف عليه. سعد زغلول أول حاجة عمل محررا في جريدة الوقائع المصرية. يبقى أول حاجة عندي عمل محررا في جريدة الوقائع المصرية، وانضم إلى الثورة العرابية. يبقى أول حاجة عندي هو العمل اللي اشترك فيه محرر في جريدة الوقائع المصرية، وانضم إلى الثورة العرابية. طب اشتغل بإيه يا أولاد؟ اشتغل بالمحاماة، ثم عمل بالقضاء، وشارك في الدعوة لإنشاء الجامعة المصرية. شارك في الدعوة لإنشاء الجامعة المصرية، وتولى نظارة المعارف، نظارة المعارف هي وزارة التربية والتعليم، في عام 1906. وفي 1910 اختير وزيرا للحقانية، اختير وزيرا للحقانية، تمام كده ماشي الكلام. وكمان انتخب عضوا الحقانية اللي هي العدل حاليا، وانتخب عضوا بالجمعية التشريعية في سنة 1913، واكتسب سعد زغلول أهمية في تاريخ مصر باعتباره زعيم ثورة 19. يعني احنا أول ما نقول ثورة 19 على طول مرتبطة ثورة 19 باسم الزعيم اللي قام بيها، وياسمين سعد إيه زغلول. يبقى إذن لما نقول سعد زغلول، من هو سعد زغلول؟ هو اتولد في احد قرى المحافظه الغربيه، والتحق بالازهر، وتعلم على ايد شخصيتين مهمين، جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده. طيب لو قال لك اكمل، عمل سعد زغلول محررا في جريده، تقول له جريده الوقائع المصريه. انضم سعد زغلول الى الثوره العرابيه، واشتغل بايه؟ بالمحاماه، ثم عمل بالقضاء، وشارك في الدعوه لانشاء الجامعه المصريه، ثم تولى نظارة المعارف
1906، وفي 1910 تولى وزارة الحقانية اللي هي العدل حاليا، وانتخب عضوا بالجمعية التشريعية سنة 1913، واكتسب سعد زغلول أهمية في تاريخ مصر باعتباره زعيم ثورة 19. طب يا ميس، هو الحاجات دي ممكن تجي لنا ازاي؟ ممكن تجي لنا أكمل، ممكن تجي لنا صح وغلط، ممكن تجي لنا اختر من بين الأقواس. كل دي أسئلة ممكن تيجي على مشاركة من هو سعد زغلول. طب تعالوا كده، انا جايبه لكم ايه، بطاقه تعارف لسعد زغلول، يلا كده وروني هتجاوبوها ازاي. ثواني كده واشوف هتجاوبوها ازاي. يلا يا ولاد اقروا كده معايا. جايده بتقولي شكرا لحضرتك يا حبيبتي، انتي تسهلي كل حاجه حلوه. وعندي منى، انا بشارك وبجاوب، انا شايفاك يا منى، واسمك منى، منى طلاق اسامه، مش اطرى يا مر منى، وعمري ما ضيعت الحصه، برافو عليكي. تمام، نشوف بقى كده بطاقة التعارف. يلا يا ولاد نشارك مع بعض. ولد في أحد قرى محافظة الغربية، وإيه كمان؟ وتلقى تعليمه الديني فين؟ يلا ولاد برافو جاوبوا. تلقى التعليم الديني في الأزهر، وتتلمذ على يد مين ومين؟ تتلمذ على يد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده. المناصب اللي تقلدها يا ولاد، إيه المناصب اللي تقلدها؟ ها قولوا كده المناصب اللي تقلدها ايه؟ عمل محررا في جريدة الوقائع المصرية، وانضم إلى الثورة العربية، برافو عليكم. وإيه كمان؟ واشتغل بالمحاماة، ثم عمل بالقضاء، وشارك في الدعوة لإنشاء الجامعة المصرية، ثم تولى وزارة المعارف، واختير وزيرا للحقانية، برافو عليكم. وانتخب عضوا بالجمعية ايه؟ بالجمعية التشريعية. تمام كده. طب تعالوا يا ولاد نشوف بقى العنصر التاني او الفكرة التانية في الدرس بتاعنا، ايه هي؟ مصر والحرب العالمية الأولى سنة 1914 لحد 1918. ركزوا معايا بقى كده ونشوف. الأول أنا عايزة الأول أعرف هي الحرب العالمية الأولى دي كانت بين مين ومين؟ كانت بين فريقين، ألمانيا والنمسا وإيطاليا، مع قدامها فرنسا وبريطانيا وروسيا. انتهت الحرب دي بهزيمة مين؟ بهزيمة ألمانيا والنمسا وإيطاليا. دي معلومة عشان نعرف إيه هي الحرب العالمية الأولى. بس اللي يهمني في الدرس بتاعي النهاردة إيه اللي يهمني يا أولاد؟ اللي يهمني كيف كانت أحوال مصر في ظل الحرب العالمية الأولى. مصر يا أولاد فكروني كده كانت تحت الاحتلال إيه؟ البريطاني. تمام، طب عملت ايه انجلترا اول ما قامت الحرب؟ الحرب قامت في اغسطس 1914. ايه اللي عملته انجلترا؟ بصوا كده، اعلنت حمايتها على مصر، هي المهيمنه على كل حاجه في مصر، وانهاء تبعيه مصر للدوله العثمانيه. مش مصر كانت تحت السياده العثمانيه؟ هي الغت تبعيه مصر للدوله العثمانيه واعلنت الحمايه البريطانيه. يبقى أول عمل عملته إنجلترا بعد بدء الحرب العالمية الأولى هو إيه؟ هو إعلان حمايتها على مصر وإنهاء تبعيتها للدولة العثمانية. وقد ساءت أحوال مصر في ظل الحرب العالمية الاقتصادية والاجتماعية أثناء الحرب. يبقى لما يقول لك كيف كانت أحوال مصر في ظل الحرب العالمية الأولى، هتقول لي ساءت أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية أثناء الحرب. طيب ليه ساءت؟ هتقول لي لأن بريطانيا راحت عاملة إيه؟ جندت عدد كبير من المصريين، أدي أول حاجة. خدت من المصريين جنود يحاربوا معاها، أدي أول حاجة. تاني حاجة، وضعت الخطوط الحديدية والمواني، السكك الحديدية والمواني في خدمة القوات البريطانية، يعني كل المرافق اللي موجودة كانت في خدمة إنجلترا في أثناء الحرب. يبقى إذن ده أدى إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أثناء الحرب، وبالتالي ازدياد شعور المصريين بضياع حقوقهم، يعني هم في بلدهم وكل حاجة مش مستفيدين بيها، اللي مستفيدة بيها هي بريطانيا. يبقى بدأت الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914. أعلنت أول ما بدأت الحرب إنجلترا عملت إيه؟ أعلنت حمايتها على مصر وإنهاء، بقتش مصر تبع الدولة العثمانية تماما، بقت تبع مين؟ إنجلترا. أعلنت الحماية البريطانية على مصر في ديسمبر 1914. السؤال هنا،
كيف كانت أحوال مصر في ظل الحرب؟ هتقول لي ها ترد عليا تقول لي إيه؟ ساءت أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية في أثناء الحرب. طب يجي سؤال تاني يقول لك بما تفسر، يا ترى ليه ساءت أحوال مصر في ظل الحكم في ظل الحرب العالمية الأولى؟ هتقول لي حيث قامت إنجلترا بتجنيد الكثير من المصريين في الحرب، بالإضافة لأنها وضعت كل إمكانيات الدولة والخطوط الحديدية والمواني في خدمة القوات البريطانية. ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى ازدياد شعور المصريين بضياع حقوقهم، وبالتالي بدأ الوعي إيه بقى؟ كان الوعي موجود، بدأ الوعي يزيد برفض إيه يا ولاد؟ برفض الاحتلال البريطاني، ومش عايزينه، إحنا عايزين ونقوم بإيه؟ نقوم بثورة. اللي هي إيه بقى؟ اللي هي عنوان الدرس، ثورة 1919. إذا لازم أول حاجة لازم أعرفها هي إيه يا ولاد؟ طبيعي جدا لازم ثورة يبقى ليها أسباب. طب تعالوا نتعرف على ثورة 19 وعوامل قيام ثورة 19. تمام كده؟ تعالوا كده. أنا قلت لكم أول نقطة إيه يا ولاد؟ أول نقطة هي ازدياد الإيه؟ الوعي القومي والدعوة إلى التحرر من الاستعمار. إحنا مش عايزين الاستعمار، مش عايزين الاحتلال. وعي عند المواطنين المصريين برفض الاحتلال تماماً. يبقى أول سبب نحطه في دماغنا هو إيه؟ هو ازدياد الوعي القومي والدعوة إلى التحرر من الاستعمار. طب تفتكروا السبب التاني إيه؟ ها؟ أكيد أتوقع يا مس إن يكون السبب التاني اللي عملته بريطانيا في مصر أثناء الحرب العالمية الأولى. برافو عليك اللي جاوب وقال كده، برافو عليه. ليه؟ لأن الإجراءات العنيفة اللي قامت بها وفرضتها الاحتلال البريطاني على مصر أثناء الحرب العالمية الأولى دي من أيضا من العوامل الأساسية لقيام ثورة 1919. السبب الثالث يا ولاد هلاقي إن أمريكا، الرئيس الأمريكي واسمه إيه؟ الرئيس الأمريكي ويلسون، كان أعلن 14 مبدأ كده يمشي عليه الدول. ال 14 مبدأ دول منهم مبدأ إيه هو؟ المبدأ اللي قاله حق الشعوب في تقرير مصيرها، يعني كل دولة من حقها إنها تقرر مصيرها، عايزة الاستقلال، عايزة الاحتلال، عايزة الحماية، عايزة، يبقى كل دولة وراحتها هي اللي تحقق وتقرر مصيرها. يبقى إذا من حقنا كدولة نقرر مصيرنا في إن إحنا نرفض الإيه؟ الاحتلال البريطاني. أنتوا بتنفذوا الكلام على نفسكم وما بتنفذوش علينا؟ لا، إحنا من حقنا زي ما بتقولوا حق الدولة أو حق الشعوب في تقرير مصيرها، يبقى من حقنا كدولة إن إحنا نقرر مصيرنا، عايزين استقلال وجلاء الاستعمار عن مصر. تمام كده؟ يبقى ما يقول لك بما تفسر قيام ثورة 19 أذكر عوامل قيام ثورة 19، هنقول له الثلاث عوامل دول: واحد، ازدياد الوعي القومي والدعوة إلى التحرر من الاستعمار. اثنين، الإجراءات العنيفة التي فرضها الاحتلال البريطاني على مصر أثناء الحرب العالمية الأولى. ثلاثة، إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون لمبادئه ومنها حق الشعوب في تقرير مصر. تمام كده؟ طيب تعالوا ننقل لفقرة تانية. أكيد هننقل على إيه يا مس؟ أكيد هنلقى على الثورة، بس قبل ما نبدأ على الثورة لازم يبقى في عندي مقدمات للثورة. بس قبل ما نكمل على مقدمات الثورة، ها تعرفوا تكملوا الشكل ده؟ ها يلا وروني شطارتكم، كملوا. ما هي عوامل قيام ثورة 19؟ هتقول أول عامل إيه؟ يلا أنا مستنية الإجابات بتاعتكم. أول عامل طبعًا ازدياد الوعي القومي لدى المصريين والمطالبة بجلاء الاستعمار. تمام، وإيه كمان؟ والإجراءات العنيفة التي فرضتها بريطانيا على مصر، تمام، وأثناء الحرب العالمية الأولى. ماشي الكلام، وإيه كمان؟ ها، برافو، إعلان الرئيس ويلسون مبادئه واللي هي منها حق الشعوب في تقرير مصر. الشكل ده نكمله، هتلاقيه موجود عندك في الكتاب، تكمله بالعوامل اللي احنا قلناها دلوقتي. طب تعالوا كده ننقل على مقدمات ثورة 19. ايه اللي حصل يا ولاد؟ بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في نوفمبر 1918، احنا بقى عايزين حقنا، الحرب خلصت وعايزين نقرر مصيرنا. طيب اتألف وفد، مجموعة من الناس، من سعد زغلول
ورفقائه عبد العزيز فهمي وعلي شعرة، الثلاثة دول راحوا إلى السلطات الاحتلال البريطاني بيطالبوا بإيه يا ولاد؟ بيطالبوا بالسماح بالسفر إلى باريس، عايزين يوافقوا إن هما الوفد ده يسافر إلى باريس. يسافر لباريس ليه؟ عشان يعرض المطالب الوطنية على مؤتمر الصلح والذي تحددت فيه. إيه مؤتمر الصلح؟ هنعرفه. وإيه المطالب؟ هنعرفها دلوقتي. يبقى بعد انتهاء الحرب الوفد راح اتألف وراحوا على السلطات البريطانية بيقولوا لهم احنا عايزين نسافر باريس. ليه تسافروا باريس؟ عشان نحضر مؤتمر الصلح، عشان نعرض مطالب الأمة. ايه مطالب الأمة؟ تفتكروا ايه أول مطلب يطلبه الوفد من المؤتمر؟ أنا متخيلة كده وعارفة إن أنتوا عارفين أول طلب من غير ما أكون مذاكرة، من غير ما أكون قارية الدرس، أكيد أول طلب هو إلغاء الحماية البريطانية على مصر. طب تاني طلب إلغاء الأحكام العرفية. طب يعني إيه أحكام عرفية يا مس ميرفت؟ أحكام عرفية يا ولاد ده حكم عسكري بتفرضه السلطات في المدينة أو منطقة وقت الطوارئ، يعني وقت الحروب مثلا، عندما تكون السلطات المدنية مش قادرة تسير أعمال فيلجأوا للأحكام العسكرية، وبالتالي ممكن تفرض حظر تجوال، ممكن لو أي حد شك فيه تروح جاي قبض عليه، محاكمة المواطنين، دي اسمها الأحكام العرفية. طب إيه كمان؟ وإلغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات، يعني كان كل ما حد يكتب لازم يبقى فيه رقابة عليه، مش مسموح للناس يكتبوا أي حاجة عايزين يكتبوها أو يصرحوا بأي حاجة، فكان فيه رقابة، عايزين بقى إيه؟ إلغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات. يبقى الخلاصة مقدمات الثورة إيه هي؟ تم تأليف وفد من سعد وزملائه عبد العزيز فهمي وعلي شعراوي اللي راحوا للسلطات الاحتلال البريطاني يطلبوا منهم السماح لهم بالسفر إلى باريس. ليه؟ عشان نعرض المطالب الوطنية على المؤتمر، اللي هي إيه؟ اللي هي 1 إلغاء الحماية البريطانية على مصر، 2 إلغاء الأحكام العرفية، 3 إلغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات. طيب كان رد فعل السلطات البريطانية إيه؟ ويعني إيه مؤتمر صلح؟ تعالوا كده نشوف مؤتمر الصلح الأول. هو مؤتمر عقدته بعض الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى، يعني بعد ما انتهت الحرب العالمية جم الدول الأوروبية عملوا مؤتمر، اجتمعوا مع بعض وعملوا مؤتمر للنظر في الأوضاع السياسية بعد انتهاء الحرب. هنشوفوا يعني بقى مين خسر، مين كسب، مين احتل، مين أعلن الحماية، مين كده، فبيشوفوا بينظروا في الأوضاع السياسية بعد انتهاء الحرب. المفهوم ده يا ولاد انتم مطالبين بيه. مؤتمر الصلح يعني ايه؟ ها، مؤتمر عقدته بعض الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى للنظر في الأوضاع السياسية بعد انتهاء الحرب. طيب هل السؤال هنا، هل سمحت السلطات البريطانية للوفد المصري بالسفر؟ آه، ده رفضت السلطات البريطانية في مصر التصريح لأعضاء الوفد بالسفر إلى باريس، مما جعلهم يتجهون إلى تعبئة الرأي العائد. يعني ايه تعبئة الرأي؟ يعني شحن وتحفيز الرأي المصري الوطني ضد الاحتلال البريطاني. يبقى النتيجة، هل وافقت السلطات البريطانية على سفر الوفد إلى باريس؟ لا، رفضت السلطات البريطانية السماح للسفر، واضطر الوفد ان هو يعبي ايه، يعمل تعبئة للرأي العام. ما كان للسلطات انها تعمل ايه نتيجة التعبئة دي؟ ألقت القبض على سعد زغلول وثلاثة من أعضاء الوفد وتم نفيهم إيه؟ إلى جزيرة مالطا. يبقى تم نفي سعد وزملائه إلى جزيرة مالطا، ده أول مرة. هو اتنفى تاني يا مس؟ أه، هنعرف دلوقتي هو اتنفى تاني فين. يبقى أول مرة أكمل، ها، تم نفي سعد زغلول أول مرة إلى جزيرة إيه؟ جزيرة مالطا. طب النفي ده قال لك كان الشرارة اللي فجرت الثورة، كان نفي سعد وزملائه الشرارة التي فجرت الثورة، مش كلام؟ طيب تعالوا كده، الثورة بقى مين اللي خرج فيها؟ أول ناس خرجت أحداث الثورة. أول حاجة خرجت أو بدأت بمظاهرات الطلاب في مارس سنة 1919، طلبة خرجوا في مظاهرات، وبعدين اشترك معاهم العمال، واشترك معاهم الفلاحين والموظفين،
وقطعوا السكك الحديدية والتلغرافية. ليه هم قطعوا الحاجات دي؟ ليه؟ عشان يمنعوا اتصال القوات البريطانية المنتشرة في أنحاء البلاد، ما يعرفوش يتصلوا ببعض، ما يعرفوش يتصلوا ببعض، فراحوا جايين قاطعين إيه؟ السكك الحديدية والتلغرافية. طيب كمان مين تاني؟ بصوا كده شوف شكل الثورة. طب مين كمان؟ تعالوا، امتدت الثورة من القاهرة إلى الدلتا والأقاليم، وشاركت فيها المرأة المصرية لأول مرة مسجلة تطور اجتماعي. أول مرة تخرج المرأة في ثورة في مظاهرات كانت ثورة 1919. طيب إيه كمان؟ عنصري الأمة، الوحدة الوطنية، عشان أنا قلت لكم في الأهداف كيف تحققت، هنتعرف على كيف تحققت الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية خرج فيها عنصري الأمة المسلمين والأقباط في وحدة، ونداء ان الدين لله والوطن للجميع، مفيش فرق ما بينهم، وتعتبر اروع انتصارات الثوره تحقيق الوحده الوطنيه. وبذلك تعد ثوره 19 ثوره شعبيه عامه. ليه؟ اشتركت فيها كافه طوائف المجتمع المصري. طب يجي لي سؤال يا ميس ميرفت ازاي؟ يقول لي مثلا بما تفسر تعد ثوره 19 ثوره شعبيه عامه؟ تقول له ليه؟ هتقول له حيث اشترك فيها جميع طوائف المجتمع المصري من طلبة، موظفين، عمال، فلاحين، رجال الدين، مسلمين وأقباط، وشاركت المرأة لأول مرة في الثورة. طب يجي لي بطريقة تانية؟ دلل على صحة العبارة الآتية: ثورة 19 ثورة شعبية عامة. تقول له برضو حيث اشتركت كافة طوائف المجتمع المصري، ومثل الطلبة والعمال والفلاحين والموظفين والمرأة ورجال الدين. طب سؤال تاني: تعد ثورة 19 دليلا كبيرا على الوحدة الوطنية. ليه؟ هتقول لي حيث انضم عنصري الأمة من المسلمين والأقباط، وتعتبر هذه أروع انتصارات الثورة. طيب بعد اللي حصل ده كله، كان رد فعل السلطات البريطانية إيه؟ تفتكروا إيه رد فعل السلطات البريطانية؟ أنا أتوقع رد فعل عشان تهدي الوضع تعمل إيه؟ تفرج عن سعد وزملائه وتسمح لهم بالسفر إلى مؤتمر الصلح في باريس. تعالوا كده نشوف التوقع ده صح ولا غلط؟ أهو، ونتيجة لتطور أحداث الثورة أفرجت السلطات البريطانية عن سعد ورفقائه في إبريل 1919، وسمحت لهم بالتوجه إلى باريس لعرض مطالب الأمة على المؤتمر. طب يا ترى المؤتمر بقى حقق الكلام اللي كانوا بيقولوه إن الشعوب من حقها تقرير مصيرها؟ لا طبعا. تتوقع إيه؟ أتوقع إنه إيه؟ خيب المؤتمر آمال المصريين في تحقيق الاستقلال. بإيه؟ باعترافه بالحماية البريطانية على مصر. يبقى النتيجة اعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر، مما أدى إلى أولاد أكيد تجدد الثورة مرة أخرى. أكيد ده ما حققوش اللي إحنا عايزينه، ما حققوش أملنا في الاستقلال، فبالتالي تتجدد الثورة مرة أخرى. بعد أن أدرك المصريين أنه لا خلاص من الاستعمار إلا بإيه؟ بالاعتماد على أنفسهم. إحنا اللي هنخرج الاستعمار بنفسنا، محدش هيساعدنا، محدش هيقف جنبنا، إحنا بنفسنا اللي هنقدر نخلص نفسنا من الاستعمار. وبالتالي راحت عاملة إيه بريطانيا والسلطات البريطانية؟ ألقت القبض على إيه؟ ألقت القبض على سعد وزملائه مرة أخرى، ونفتهم إلى جزيرة إلى جزيرة سيشيل. المرة دي بقى، المرة الأولانية كانت جزيرة مالطا، المرة دي نفتهم إلى جزيرة سيشيل بالمحيط الهندي. فكان رد فعل المصريين اشتدت الثورة مرة بزيادة أكتر، وقطعوا البضائع وقطعوا والبنوك والسفن البريطانية مقاطعة تامة. تخيلوا كده لما المصريين يقطعوا كل حاجة من السلطات، طبعا ده هيعمل ارتباك ويربك السلطات، فراحوا جايين بسرعة بسرعة أفرجوا عن سعد زغلول وزملاء. تمام كده؟ يبقى تم نفي سعد زغلول المرة الثانية إلى جزيرة سيشل.
بالمحيط الهندي، واشتدت الثورة ولجأ المصريين إلى إيه؟ مقاطعة البضائع والبنوك والسفن البريطانية. التصرف ده من المصريين عمل إيه؟ عمل ارتباك للسلطات البريطانية، فأسرعوا بالإفراج عن سعد وزملائه، وراحوا جايين عاملين إيه يا ولاد؟ عملوا أصدروا تصريح اسمه تصريح 28 فبراير سنة 1922. بريطانيا قدام بقى ضغط المصريين وثورات المصريين، مقاطعة المصريين لكل حاجة عندها، اضطرت إنها تعمل تصريح اسمه تصريح 28 فبراير سنة 1922. اعترفت فيه إيه بريطانيا؟ اعترفت فيه بإن مصر دولة مستقلة، بس يا ولاد مش مستقلة، مستقلة شكليا، ذات سيادة شكليا ليها، تعرفوا دلوقتي شكليا، وانتهاء الحماية على مصر، مع احتفاظ بريطانيا بأربع تحفظات أو أربع شروط. يعني إيه؟ إحنا اعترفنا بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة شكلية وانتهاء حمايتنا على مصر، بس بشرط. شرط واحد؟ لا، أربع شروط، أو بنقول عليها أربع تحفظات. يا ترى إيه الأربع تحفظات؟ أول حاجة قال لك تأمين المواصلات البريطانية في مصر، يعني معنى كده إن هم يتحركوا براحتهم، يبقى كده هم خرجوا؟ لا، يبقى تأمين المواصلات البريطانية في مصر. طيب إيه كمان؟ الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء أجنبي أو تدخل أجنبي. يا سلام، يعني أنتوا مسؤولين عننا، أنتوا اللي تدافعوا عننا لو أي دولة اعتلتنا أو أي دولة تعدت علينا. يبقى تاني شرط الدفاع عن مصر ضد أي احتلال أو اعتداء أو تدخل أجنبي. الشرط الثالث أو التحفظ الثالث حماية المصالح الأجنبية وحماية الأقليات، يعني أي حد تبعهم أو حماية المصالح بتاعتهم أو أي أقليات موجودة عندنا في مصر يتم حمايتها. طيب أربعة، أن يبقى السودان في كما هو في اتفاقية الحكم الثنائي 1899. فاكرين أيام محمد علي ما كان مصر تحكم السودان؟ طيب لما جت بريطانيا احتلت مصر، عملت اتفاقية مع مصر إنها تعمل إيه؟ يحكموا السودان هما الاتنين حكم ثنائي. الاتفاقية دي كانت سنة 1899. فكانت التحفظ الرابع أن يبقى الوضع في السودان وفقا لاتفاقية الحكم الثنائي سنة 1899. تمام كده؟ فهمنا تصريح 28 فبراير؟ أقوله تاني، سنة كام؟ سنة 1922 اعترفت فيه بمصر دولة مستقلة ذات سيادة شكلية وانتهاء حمايتها على مصر، مع احتفاظ بريطانيا بأربع تحفظات: واحد، تأمين المواصلات البريطانية في مصر، اتنين، الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبي، تلاتة، حماية المصالح الأجنبية وحماية الأقليات في مصر، أربعة، أن يبقى الوضع في السودان وفقا لاتفاقية الحكم الثنائي سنة 1899. طيب النتيجة إيه؟ النتيجة إن الحكومة المصرية قبلت هذا التصريح، وترتب على قبول هذا التصريح أول حاجة وضع دستور سنة 1923. قبل ما أتكلم عن دستور 23 لازم أعرف كلمة دستور يعني إيه، وأظن دي من المفاهيم اللي أنا قلت لك لازم تكون عارفها. كلمة دستور معناها مجموعة المبادئ، القواعد، القوانين اللي بتحدد نظام الحكم في الدولة. دولة ما بتمشيش كده، بتبقى فيه قواعد بتمشي الصحة، بتمشي التعليم، بتمشي القضاء، بتمشي المرور، قواعد وقوانين. قواعد وقوانين دي مجموعة القواعد والقوانين اللي بتحدد كيف يدار الحكم في الدولة، اسمه دستور. اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه دستور. اهو يبقى المفهوم عندي دستور معناه ايه؟ مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدد نظام الحكم في الدولة. طيب أول نتيجة بقى بعد تصريح 28 فبراير هو وضع دستور 1923 وإجراء انتخابات للمجلس الشعب، ونال حزب الوفد بزعامة سعد زغلول أغلبية مطلقة. يبقى وضع دستور سنة 23. سنة 24 عملوا حكومة دستورية برئاسة سعد زغلول. يبقى تاني حاجة بعد
تصريح 28 فبراير هو تشكيل حكومة بقيادة سعد زغلول سنة 1924، وظل سعد زغلول إلى أن توفي سنة 1927. تمام كده؟ لسه كفاحنا ضد الاحتلال ما خلصش، لسه رحلتنا ضد الاحتلال ما خلصتش، بس في جزء آخر جنب الكفاح ضد الاحتلال السياسي، في جزء آخر لازم نكون عارفينه ولأنه مرتبط ارتباط قوي بالاستقلال السياسي، اللي هو استقلال مصر الاقتصادي. مش احنا قلنا ان مصر تعرضت لسوء الاوضاع وتدهور الاحوال الاقتصاديه اثناء الاحتلال البريطاني؟ طبعا ظهر لنا شخصيه قائده اخرى، هي شخصيه طلعت حرب، اللي ادرك ان استقلال مصر السياسي اللي احنا بنحارب من اجل تحقيقه ليس له قيمه ولن يتحقق اذا لم يستند الى استقلال اقتصادي قوي. بمعنى ايه يا اولاد؟ بمعنى ان في ارتباط بين استقلال مصر السياسي واستقلال مصر الاقتصادي. احنا مش هنقدر نحقق استقلال سياسي الا لما نحقق استقلال اقتصادي، نبعد عن الاقتصاد الاجنبي، يبقى مشروعاتنا وطنيه، بنوكنا وطنيه، رؤوس اموال الشركات بتاعتنا وطنيه، كله ما لازم احنا اللي نسيطر على اقتصادنا، ما يبقاش الاجانب هم اللي مسيطرين، لان الاجانب لما يسيطروا على اقتصادنا مش هيحققوا اقتصاد ولا هيحققوا انتاج، ده كله هيبقى في صالح الاجانب. يبقى اذا ارتباط الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي ده شيء مهم جدا، وممكن يجي يقول لك بما تفسر ارتباط الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي، هترد عليه وتقول له لأنه لن يتحقق الاستقلال السياسي الذي يحارب من أجل المصريين إلا لما يتحقق أو إلا إذا لم يستند إلى استقلال اقتصادي قوي. استقلال اقتصادي معناه إيه؟ معناه إن إحنا نلغي تبعيتنا لأي اقتصاد أجنبي ونعتمد على إيه؟ أنفسنا، نعتمد على رؤوس أموالنا، نعتمد على اقتصادنا إحنا، إحنا اللي نحققه، لأن إحنا اللي نسعى لزيادة الإنتاج واستغلال رؤوس الأموال في إيه؟ في مشروعات وطنية. طب هيحقق ده إزاي يا ولاد؟ تفتكروا يحققه إزاي طلعت حرب؟ هيحققه طلعت حرب عن طريق إنشاء بنك مصر. بنك مصر، بنك مصري اتفق بمشاركة مجموعة من العاملين في مجال المال والتجارة، واستطاعوا تأسيس بنك مصر سنة 1920. البنك ده بيديره مصريين تحت إشراف وطني، رؤوس أموال وطنية، كل المصريين سحبوا أموالهم من البنوك الأجنبية وراحوا حطوها في البنك الوطني ده اللي هو بنك مصر، عشان يقدر البنك يمول الإيه؟ يمول المشروعات الوطنية، وبكده ننمي الاقتصاد بتاعنا. طب هو مين طلعت حرب ده؟ طلعت حرب معلومة إسرائيلية، نقراها كده مع بعضينا. تلقى تعليمه في مدرسة الحقوق، واتولد في القاهرة، وعمل في التدريس في الجامعة المصرية، وعين عضوا بمجلس الشيوخ في أول برلمان مصري. اللي يهمني إن طلعت حرب أدرك إن استقلال مصر السياسي لن يتحقق إلا باستقلال اقتصادي. طب هيتحقق إزاي؟ هيتحقق عن طريق إنشاء بنك وطني، يقوم المصريين بإيداع أموالهم في هذا البنك، وبالتالي يبدأ يدعم ويمول المشروعات الوطنية. طب البنك اللي عمله إيه مس ميرفت؟ عمل بنك مصر سنة 1920، واعتمد على تمويل المشروعات الوطنية. آخر مفهوم مطالبين إن إحنا نعرفه ولسه قايلينه وإحنا بنشرح استقلال مصر الاقتصادي. يعني إيه استقلال مصر الاقتصادي؟ يعني عدم تبعية اقتصاد مصر لأي دولة أجنبية، ما نبقاش تبع في الاقتصاد تبع أي دولة أجنبية. أمال نعتمد على مين؟ واعتماد مصر على رؤوس أموال وطنية، يبقى كل الدعم كل التمويل رؤوس أموال وطنية، وبالتالي رؤوس الأموال الوطنية دي هتعمل استثمار في مشروعات وطنية، هتعمل إنتاج في الدولة،
بدل ما كان كل الأرباح وكل حاجة مستفيد منها الدول الأجنبية، لا إحنا اللي نستفيد، نستفيد إنتاج، نستفيد تنمية اقتصاد، نستفيد تمويل مشروعات وطنية، وبالتالي دعم الدولة في هذا. يبقى إذن معنى إيه استقلال مصر الاقتصادي؟ عدم تبعية اقتصاد مصر لأي دولة أجنبية، واعتماد مصر على رؤوس أموالها الوطنية. طيب تعالوا كده نشوف سؤالين النهاردة ونكمل الأسئلة المرة الجاية على الدرس عشان نستفيد مع بعض. السؤال الأول، أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. تولى سعد زغلول عام 1906 نظارة إيه، وعام 1910 وزارة إيه؟ ها يلا يا ولاد قبل ما أكتب الإجابة، ها 1906، برافو عليكم، نظارة المعارف، و1910 وزارة الحقانية. في ديسمبر 1914 أعلنت إنجلترا على مصر، أعلنت الحماية البريطانية على مصر. يرتبط اسم نقط بالاستقلال الاقتصادي لمصر، مين اللي اسمه بيرتبط بالاستقلال الاقتصادي لمصر؟ طبعا اسم، ها يلا بقى يا ولاد اكتبوا على طول، انا شايفه الاسامي، يلا يا ولاد عايز اشوف اعلان انجلترا. اعلنت انجلترا ايه؟ ها اعلنت انجلترا الحمايه البريطانيه على مصر. برافو مريم، محمد، علي. احمد ممدوح بيقول الدرس كان صعب، طب هو بقى سهل دلوقتي يا احمد ولا ايه؟ في حاجه لو مش فاهمها اكتب لي عشان اعيدها لك تاني. طيب اهو الحمايه البريطانيه، يرتبط اسم مين بالاستقلال الاقتصادي؟ طلعت حرب. استطاع طلعت حرب تاسيس ايه يا اولاد؟ طلعت حرب استطاع تاسيس ايه؟ علي محمود شاطر. استطاع تاسيس ايه؟ ها بنك مصر، شاطرين. عمر نبيل، برافو. جيداء شاطرة، مشاركتكم مميزة يا ولاد. يساهم بنك مصر في تمويل المشروعات الإيه؟ المشروعات الوطنية، تمويل المشروعات الوطنية. كيرلس رامز، برضو برافو عليك، تمام. طب ننقل سؤال تاني، سؤال المرة دي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. يلا يا ولاد. حمزة شاطر بيجاوب، شاطر برافو عليك يا حمزة. ها يلا تعالوا كده، أدى ازدياد الوعي القومي لدى المصريين إلى قيام ثورة 1919. فاكرين عوامل قيام ثورة 19؟ طبعا ده أول عامل من عوامل قيام ثورة 19. طب العبارة دي صح ولا خطأ؟ يلا يا ولاد بسرعة. يلا، طبعا العبارة دي صواب، العبارة دي صواب. كيرلس رامز برافو عليك. طيب رفضت سلطات الاحتلال البريطاني، زياد شاطر كتب العبارة، مريم برافو الإجابة صحيحة. رفضت سلطات الاحتلال سفر إعضاء الوفد المصري إلى إنجلترا، رفضت سلطات الاحتلال، خلي بالكم من نص الجملة ونص الجملة التاني، أنت أول ما تشوف رفضت سلطات الاحتلال تروح كاتب صح، لا ده هو بيقول لك رفضت سلطات الاحتلال سفر أعضاء الوفد المصري إلى إنجلترا، إلى إنجلترا. ها العبارة دي صواب ولا خطأ؟ طبعا العبارة دي خطأ، لأن هو رفضت السفر إلى باريس، رفضت السفر إلى باريس، تمام. يبقى أنا بص للجملة كلها يا ولاد، لأن أنت أول ما شفت الجزء الأولاني هتتسرع وتكتب تقول لا آه ده رفضت، يبقى نكتب صواب. لا طبعا هو بيقول لك لحد بريطانيا، يعني العبارة دي خطأ. طيب ألقي القبض على سعد زغلول ومجموعة من أعضاء الوفد المصري قبل الحرب العالمية الأولى، اتقبض على سعد وزملائه قبل الحرب العالمية الأولى. برضو ممكن نشوف الجزء الأولاني ونتسرع، هو بيقول لك الجزء الثاني قبل الحرب العالمية الأولى، يا ترى ها نقول إيه؟ خطأ؟ برافو كتبنا خطأ، تمام. أحمد عبد العزيز شاطر يا أحمد، تمام أهي خطأ. ساعدت رؤوس الأموال الأجنبية في التنمية الاقتصادية لمصر، يلا ساعدت رؤوس الأموال الأجنبية في التنمية الاقتصادية، ترى الأموال الأجنبية كانت بتساعد على تنمية اقتصاد مصر ولا كانت كله لمصلحتها؟
طبعا بالمفهوميه كده بالذكاء واللي احنا فهمناه ان اي الاجانب مش هيعملوا مصلحه مصر، ده هيعملوا مصلحتهم. اذا رؤوس الاموال الاجنبيه لما يقول لك انها ساعدت في التنميه الاقتصاديه لمصر هتقول له على طول خطا، زي ما زياد كتب، وبرافو عليكم الاجابات بتاعتكم صح. طيب، اسس طلعت حرب بنك مصر برؤوس اموال مصريه. احنا قلنا ان طلعت حرب اسس بنك مصر اعتمد فيه على رؤوس الأموال المصرية اللي بتمول المشروعات الوطنية، وبالتالي حقق الاستقلال الاقتصادي لمصر. تمام. يبقى إذن العبارة صواب، وعندنا لسه بقية أسئلة هناخدها إن شاء الله الحصة الجاية وإحنا بنكمل رحلتنا في الكفاح ضد الاحتلال البريطاني وثورة جديدة من ثورات مصر، وهي ثورة 23 يوليو سنة 1952. بشكركم على اشتراكاتكم والمتميزة، وإن شاء الله نشوفكم في الحصة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.